توتال وإنرجيان وغيرها أسماء شركات غاز أصبحت تتردد بوتيرة ستزداد حتما فور التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. إنها شركات ضخمة، بعضها ينقب عن موارد الطاقة منذ حوالي قرن، ومع ذلك عملها ملفوف بالضبابية والأسئلة على الأقل حسب منظور المواطن البسيط. ما حجم قوتها وصلاحياتها ومن يملكها بالتحديد؟ وهل من أدوار سياسية تلعبها سواء في الدول التي تتبعها أم عبر المحيطات والقارات؟ ولماذا تتهم الكثير منها بالفساد؟ نناقش أكثر بعد التقرير. إنه زمن الشركات الضخمة العابرة للحدود السياسية والجغرافية والتي ستعمل بعيداً عن أعين الرقابة ومصالح العامة. هكذا يتصور ويناقش باحثون المرحلة المقبلة. في مقدمة الكيانات المقصودة كبريات شركات الغاز والنفط التي عاد اسمها يتردد بقوة مع ثورة الغاز المكتشف في البحار، تماما كما حصل خلال ثورة اكتشاف النفط قبل حوالي قرن. ظاهرة بدأت مع الشركات الغربية كإكسون موبيل وشيل وشيفرون الأمريكية وبريتش بتروليوم البريطانية التي احتكرت قطاع النفط في دول العالم الثالث من السعودية إلى فنزويلا. مرت السنين وتحررت تدريجياً هذه الدول من قبضة شركات الغرب، بيد أن الأخيرة حافظت على وجودها عبر عقود الامتياز وعقود الشراكة. أسست الشركات الوطنية في دول النفطية وأمم نفطها، لكن القصة لم تنتهي، إذ يتهم صندوق النقد الدولي العديد من هذه الشركات وفي مقدمتها العربية كأرامكو السعودية بانعدام الشفافية وفرض تعتيم على أرقامها، وهو ما يبرز تساؤلات حول المستفيدين الحقيقيين من عائداتها وما الذي يجنيه عامة الشعب. الشركات الغربية ليست بريئة، فهناك العديد من قضايا الفساد ضدها من توتال الفرنسية إلى أونا أويل ومقرها موناكو بتقديم رشاوى لمسؤولين بملايين الدولارات، كما حصل في العراق واليمن لقاء إبرام عقود طويلة الأمد تدر على هذه الشركات المليارات. هذا ناهيك عن إنفاق كبريات الشركات عشرات الملايين في لوبيهاتها وضغوطها في برلمانات الدول لتفصيل تشريعات على مقاسها كعدم تقييد عملها الملوث للبيئة. إسرائيل ليست بمعزل عن كل هذا، فسبع سنوات مرت على خطط حكومية لتطوير قطاع الغاز في حقل تمار وعيدنا الشعب بالمليارات وخفض تكلفة المعيشة. ذهبت المليارات إلى أباطرة السياسة والطاقة، وبقيت جيوب الشعب خاوية، بل تشكو من ارتفاع مضطرد في أسعار الكهرباء والمعيشة عموما. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجرير الأسفل دكتور وائل كريم، خبير في القانون الدولي، وهنا في استوديو ينضم إلينا السيد أمير فوستر، المدير التنفيذي لصناعات التنقيب عن النفط والغاز في إسرائيل. سيد أمير، عندما نتحدث عن شركات غاز بشكل عام، أول انطباع هو الضبابية وأيضا علامات السؤال. مثلا الكثير منها يتهم بالفساد. لو أعطيك مثالا، العراق ومنذ غزوه اتهمت شركات من توتال في السابق إلى أونا أويل اليوم بأنها تقدم الرشا مقابل العقود. هل لك أن تحدثنا أكثر، وهل فيها دقة كل هذه الاتهامات لهذه الشركات عموما؟ لست مطلعا على هذه الأمور المتعلقة بصناعات الغاز في الدول التي ذكرت. أعرف أن أتحدث عن صناعات الغاز في إسرائيل. هنا في إسرائيل يتم إدارة صناعة الغاز بشكل مثير للانطباع. صناعة الغاز في إسرائيل موجودة تحت تشريعات مشددة. لا أعتقد أنه توجد اليوم قطاعات كثيرة تخضع لتشريعات مشددة كما هو الحال بالنسبة لصناعات الغاز، بمعنى أن الأمور تسير وفق القانون ووفق التشريعات. بما أنك طالع أكثر في قطاع الغاز الإسرائيلي، وأود أن أنتقل إلى هذه الجزئية. الكثير من الناس والتقارير الصحفية تتساءل، كنا نسمع قبل سنوات عن خطط حكومية لتطوير هذا القطاع مقابل أن يهنأ الشعب الإسرائيلي بالغاز وبانخفاض الأسعار، أهم أسعار الكهرباء، لكن لا نرى هذا. هناك اتهامات بأن الكبار هم من تحصلوا على الأموال. ما ردك على هذا الكلام؟
אז אני אגיד לך, המציאות בעצם הפוכה. الواقع هو على العكس تماما مما ذكرت هنا واشرح ذلك. حق الغاز بفضل الغاز الطبيعي في اسرائيل وباننا اخرجنا الغاز من الارض واوصلناه الى زبائن اسرائيل اليوم تتمتع من امن في مجال الغاز من اكثر دول العالم واشرح تطوير تمار وحقول تمار وليفيتان وكريش رغم انه لم يبع الغاز بعد ولكن هذا يتجلى في العقود البعيدة المدى التي تحصل عليها الشركة واليوم أسعار الغاز في إسرائيل هي الأسعار الأكثر منخفضة في العالم عدا دول تدعم سعر الغاز في إيران الغاز لا يكلف شيء لأن الدولة تعطيه بالمجان و تدعم سعره وهذا يؤثر سلبا على تطور صناعة الغاز ولكن من بين الدول التي لا تدعم الغاز إسرائيل هي الدولة صاحبة السعر الأقل في العالم إذا ما كان سعر اليوم بين 5.5 دولار إلى 6 دولار الولايات المتحدة وهي أكبر منتجة للغاز في العالم سعر الغاز يتراوح بين 7 دولارات إلى 10 دولارات أي 50% أكثر من إسرائيل في أوروبا الأسعار وصل وصلت إلى 55 إلى 60 دولار وفي إحدى المرات وصل إلى 70 دولار وحينما ترى أنه في العالم هناك تضخم كبير في إسرائيل لا يوجد تضخم والغاز الطبيعي سمح لأن تبقى الأسعار أسعار الكهرباء مثلا أن لا ترتفع أو أن ترتفع بشكل معتدل وليس بأضعاف كما هو الحال في بعض دول أوروبا أي أن الغاز الطبيعي وأسعار الغاز الطبيعي هي اليوم أو أسعار الكهرباء اليوم 17% أقل مما كانت عليه قبل الغاز الأسعار انخفضت ولكن حتى حين لم تنخفض هي لا ترتفع كما هو الحال في العالم في العام 2021 وزارة الطاقة الإسرائيلية قامت بحسابات ووجدت أن استخدام الغاز في إسرائيل وفر 65 مليار شيكل للاقتصاد الإسرائيلي أنه لو لم يكن لدينا غاز أسعار الكهرباء كانت ستكون ضعفين أو ثلاثة أضعاف أعود معك في جزئية الغاز الإسرائيلي أتوجه لدكتور وائل دكتور وائل أحد أهم الأسئلة التي تحوم حول شركات الغاز عموما لن نعرف بالضبط من يملكها بالأخص عندما نتحدث عن شركات عربية على سبيل المثال صندوق النقد الدولي يتهم أرامكو بأنها تفرض تعتيما تاما على أرقامها وبالتالي هناك الكثير من علامات السؤال حول لمن تعون العائدات من المستفيد الحقيقي وما إلى ذلك ما رأيك؟ يعني أرامكو هي شركة يعني يمتلكها من السلطة يعني وهذا موضوع يعني مغاير عن الشركات الخاصة الموجودة في إسرائيل وفي أماكن أخرى في العالم الغربي لذلك يعني كون هذه الشركة هي شركة يعني إلى حد معين حكومية وكانت هناك نية لإخراجها لبيعها للجمهور وبالتالي كان هناك قرار كما يبدو لوقف هذه العملية بالذات لهذا الموضوع كي لا يفسحوا عن المعطيات الموجودة في داخل هذه الشركة هذا يعني هذه اعتبارات داخلية لا نستطيع الدخول إليها ولكن إذا ما نظرنا إلى الموضوع على مستوى الإسرائيلي أنا أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة في موضوع خاصة الغاز في إسرائيل وأن الدولة والمواطنين أنا أختلف مع زميلي بكل ما يتعلق باستفادة المواطنين من هذا الموضوع كان يمكن أن يستفيد الإسرائيلي بشكل أكبر بكثير من ذلك أولاً على مستوى يعني على غرار الدول الأخرى فيها الطاقة التي تسوق داخلياً تسوق بأسعار مختلفة عما هو الحال في الخارج هذا من ناحية من ناحية أخرى أنظر إلى موضوع يعني ما حصلت عليه الدولة تخيل أن في سنة 2021 كل مدخولات الدولة من تمرديم أو ما يسمى بالعائدات التي هي ثمن ترخيص التنقيب كانت لا تزيد عن مليار شيكل وهذه هي المرة الأولى بعد 5 أو 6 سنوات من إخراج الغاز ونحن على أعتاب المرحلة التي يمكن أن نصل فيها إلى دفع ما يسمى بالضريبة الإضافية التي يمكن أن تكون فقط في سنة 2028 لذلك العائدات على مستوى خزينة الدولة هي أقل بكثير من المتوقع هذا أولا ثانيا موضوع تسويق الغاز لشركة الكهرباء وتحويل هذا الموضوع إلى جيوب المواطنين الآن نحن نتحدث عن تضخم مالي ليس بسيط على مستوى
الداخلي. لماذا لا يكون هناك يعني فارق بأسعار الغاز للبيوت ومن ناحية وناحية أخرى الغاز الذي يسوق للتصنيع؟ يجب أن نفهم بأن التصنيع في إسرائيل في ضعف كبير جدا في هذه المرحلة. انظر يعني جائحة الكورونا، بعد الكورونا استنتجنا نحن بحاجة إلى تصنيع بكميات وبأحجام أكبر بكثير من السابق. كون نحن الآن متعلقون في الصين، متعلقون في الإنتاج في أماكن أخرى في العالم، ووجدنا أنفسنا نحن بحاجة إلى إرجاع التصنيع لداخل إسرائيل. ولكن من يقول أن بإسرائيل هناك جدوى من إقامة مصانع وورش تستطيع أن تنتج المواد الغذائية والأمور الأخرى؟ إذا ما كان الكهرباء يعني لا يوجد هناك أي معاملة خاصة للتصنيع في موضوع الكهرباء، لا يوجد هناك طبعا حل لمشكلة العمالة الداخلية في إسرائيل التي هي مقارنة بالأماكن الأخرى في العالم نحن بمستوى مختلف جدا، ولذلك لا يوجد هناك نجاعة كافية لإقامة مصانع في الداخل. لذلك الحكومة يجب أن تفهم أن موضوع الغاز يجب أن يكون هو المورد الأساسي الذي من خلاله نضغط على الأسعار من ناحية، وناحية أخرى لا تحصل الشركات على كل العوائد التي تحصل عليها. طيب دكتور، خلي اسمع رد السيد أمير. أنا كنت بودي أن أوسع النقاش لأشمل كل شركات الغاز بشكل عام، لكن طبعا الموضوع يستدعي هنا ردا من السيد أمير. سيد أمير، ردك على ما تفضل به، وأود أن أضيف عليه أيضا قضية التلوث التي أثارت حفيظة الشعب. أوكي، אז קודם כל ראשית, אני חייב לשים כמה דברים על דיוקם. עליי אדע על אמור פי סייחיה הדחיק. הונק תלת וג'יבת דריביה, הנה מה נתחדך ען על גז הטבעי. הדריבה האולה היא על אירדת, הדריבה הסניה היא ضريبة شيشينسكي، والضريبة الثالثة هي ضريبة الشركات. إذا ما نظرنا إلى ثلاث مستويات الضرائب هنا منذ بدأ التنقيب عن الغاز، الدولة حصلت على 17 مليار شيكل وليس على مليار شيكل. المليار شيكل أعتقد أن الدكتور الكريم هي متعلقة بضريبة شيشينسكي، حيث حصلت الدولة على مليار شيكل ولكن هذا المبلغ ارتفع. هذه الضريبة هي الضريبة الأخيرة. الإيرادات مقابل بالتراخيص بدأت تحصل على دولة منذ اليوم الأول، وهناك معادلة تقضي بأن ضريبة شيشينسكي هي الأخيرة بعد 3 أو 4 سنوات، حينما يبدأ حقل لفياتان وكريش بدفع الضرائب سنلمس إيرادات ومدخول بين 700 مليون إلى 800 مليون إلى مليار شيكل في الشهر. الصناعات الإسرائيلية لديها امتياز أول عن كل شيء، لأن الصناعة الإسرائيلية مهمة، والمواطنون لا يتم بيع الغاز إلى المواطنين بشكل صناعي. المواطنون يحصلون على غاز LPG، يحصلوا عليها من النفط ومن شركات التزقيق. أتطرق الموضوع على المقاطعة، أود أن أبقي الموضوع أبسط للمشاهد. يعني هل نستطيع أن نعد على سبيل المثال الإسرائيلي في الحالة الإسرائيلية مع المزيد من الاكتشافات وما يجري بأن سوف تكون هناك أوضاعا أفضل وأسعارا أفضل؟ وأريد جملة حول قضية التلويث. هناك من يقول لا داعي لكل هذا، بعد سنوات قليلة هناك مصادر طاقة نظيفة. الغاز الطبيعي كرجع الغاز الطبيعي هو الوقود الأفضل الذي يمكن أن نستخدمه من حيث وفرته ومن حيث نسبة التلوث الضعيفة مقارنة بالمحروقات الأخرى، مقارنة بالفحم والنفط. الطاقة المتجددة تعطي حلول أفضل من حيث التلوث، ولكن هذه عملية تستغرق وقت لأننا بحاجة إلى أمن الطاقة. وحينما ننظر إلى كل هذه العملية حيث أننا نستخدم الغاز الطبيعي أكثر وأكثر بطاقة متجددة، هذان المصدران مفروض أن يعطينا الحلول. نعم دكتور، لا أعرف مدى ضلوع الشركات الإسرائيلية في هذا الشأن، لكن بشكل عام شركات الغاز وفق الكثير من القضايا في المحاكم ضدها هي تفعل اللوبيهات ومجموعات الضغط في البرلمانات وفي المحاكم الدولية من أجل عدم تقييد عملها الملوث للبيئة، وهي من مصلحتها حسب ما تتهم أن تدفش قدما الحلول البديلة. ما رأيك حول هذا الموضوع؟
هذا موضوع معروف يعني، ولا تستطيع إسرائيل أن تنأى نفسها عن هذا الموضوع. يعني احتلال السياسة من قبل الاقتصاديين هذا موضوع معروف. نرى الآن في إسرائيل أن هناك الكثير من حتى الأحزاب الإسرائيلية التي مسيطر عليها سيطرة تقريبا كاملة من قبل رجال أعمال، هناك رجال أعمال يمولون أحزاب لخوض الانتخابات. انظر إلى حزب غانتس وحزب وأحزاب أخرى التي يقوم رجال أعمال بدفع أو تأمين ما يسمى بالكفالة البنكية لهذه الأحزاب كي تدخل هذه الأحزاب إلى المعركة الانتخابية. وكيف تتوقع أن تقوم هذه الأحزاب في المستقبل أن تصوت على أي مشروع قانون يمكن أن نضرب هؤلاء؟ يعني انظر إلى كيرو وآخرون، لا أريد أن أتوسع في هذا الموضوع، ولكن يعني الكل يعلم ويعرف أن هناك تداخل كبير جدا بين رجال الاقتصاد وبين السياسيين، وللأسف لا يوجد هناك أي سلطة تضبط هذا الموضوع بما يكفي. يعني كيف تسمح لنفس الدولة أن تسمح لرجال أعمال أن يمولوا أحزاب مع العلم هذا في كل مكان يا دكتور، أنت أدرى هذا في كل مكان يحدث في كل دولة في العالم، من الولايات المتحدة كل دول أوروبا. كنا نريد أن نحافظ على الديمقراطية ونحافظ على نظام قانون صحيح بدون أن يكون هناك يعني تداخل بين رجال الاقتصاد والسياسيين. يجب أن نمنع ذلك. يعني انظر في إسرائيل الآن، في إسرائيل الكل يتحدث عن نسب نمو مرتفعة، ولكن التباعد الاقتصادي ما بين الطبقات الضعيفة والطبقات الغنية هو تباعد جنوني. يعني نحن نتحدث عن أماكن في المقدمة، لم نكن في المكان الأول في المكان الثاني أو الثالث في دول OECD بكل ما يتعلق بالتباعد الاقتصادي ما بين الفقراء والأغنياء. وهذا يدل على أن هناك مشكلة في النظام الحكم والنظام الاقتصادي الداخلي. إذا ما كان هناك سيطرة على الاقتصاديين ورجال الأعمال على السياسة، كيف تتوقع أن يكون هناك يعني تغيير في الوضع؟ تحدث أخي الكريم بكل ما يتعلق يعني موضوع الغاز والتدخل الحكومي، ماذا كان يتوقع؟ يعني إذا لم يكن الغاز هو المحتكر، يعني المحتكر الأول، المنتج المحتكر الأول الذي فيه شركة أو شركتين سيطرة كاملة على هذا السوق، أن لا يكون تدخل حكومي. يجب أن يكون تدخل حكومي بأكثر من 100 شركة في إسرائيل، هي شركة محتكرة وهي تسيطر سيطرة كاملة على أسعار منتجاتها. يجب أن يكون هناك تدخل مباشر من الحكومة في موضوع فرض الأسعار وتحديد الربحية. تحديد الربحية هو موضوع إلى حد واعي لم تستعمله الحكومة حتى الآن، مع أنه موجود بالقانون. يعني هناك إمكانية لدى القانون، لدى وزارة الاقتصاد أن تدخل في الربحية القصوى التي تسمح لنفسها أي شركة، إن كان شركة كوكاكولا وإن كان شركة الغاز وإن كان شركة الكهرباء والشركات المختلفة الأخرى، بحيث تفرض عليها نسبة ربحية قصوى، ومن خلال ذلك تمنع هذا الاحتكار الكبير في الكثير من المنتجات. من ينتج هذا التداخل دكتور؟ هذا كما أشرت يعني تداخل سياسي التجاري موجود في كل مكان، ومجموعات اللوبيهات وقضايا الاحتكار. طب نسمع رأي السيد أمير. سيد أمير، بعيدا عن الأمور التقنية المعقدة قليلا، يمكن أن تجيب بجملة، لكن ما الدور الذي لعبته شركات الغاز هنا السياسي؟ لأننا في إسرائيل نرى كيف قربت دول المنطقة أيضا. كان نعم، زي شيش لنا بمت أدفي أنه توجد لدينا فوائد من الغاز، وبعد أن نعطيها للاقتصاد الإسرائيلي، أننا نتحدث عن غاز إسرائيلي، هناك فوائد كبيرة. وإحدى الأمور الأكثر إثارة هو أن الغاز الطبيعي قادنا إلى تعاون ناجح جدا بين إسرائيل ومصر والأردن. اليوم 80% من الكهرباء في الأردن يتم إنتاجه بواسطة غاز إسرائيلي. أنا أفكر ماذا كان سيكون الوضع في الأردن لو لم يتم توقيع الاتفاقية مع إسرائيل، لأنه كان سيتوجب على الأردن أن تستورد الغاز السائل. وبسبب الأزمة اليوم، أزمة النقل جلب هذا الغاز، يعني أن سعر الغاز سيكون $50، أي 10 أضعاف الغاز، سعر الغاز الذي يتم بيعه إلى الأردن. وهذا كان سيسبب أضرار ليست بالبسيطة للاقتصاد الأردني. من ناحية ثانية، هناك التعاون مع مصر. إسرائيل هي جزء مهم جدا في أمن الطاقة في مصر، وليس فقط في هذا، ولكن في قدرة مصر وإسرائيل أن تبيع كميات كبيرة من الغاز إلى الخارج بعد تلبية احتياجات منطقتنا. هذا هو الالتزام الأول
الأول أن نتمتع بمحروقات بأسعار مقبولة وبعيدا عن مخاطر الطاقة، والمنطقة تشهد تعاون وتبيع الطاقة والمحروقات إلى أوروبا وإلى الشرق الأقصى. لذلك أرى أن الغاز الطبيعي هو عنصر يوحد بين الدول. أشكرك على هذا القدر، أشكركما. طبعا موضوع كبير وشيق وله الكثير من الزوايا والتشعبات، لكن للأسف وقتنا ضيق. أشكركما سيد أمير فوستر المدير التنفيذي لصناعات التنقيب عن النفط والغاز في إسرائيل، وشكر موصول أيضا لدكتور وائل كريم الخبير في القانون الدولي الذي انضم إلينا من الجليل الأسفل. شكرا لكما. تودا غبا.